Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم مراجعة تلاميذ السنة الثانية متوسط. بون المشروع الأول طبعا عندنا لو كونت ولا ليستواغ القصة ولا النص السردي. بون شوفوا المكونات تاع النص السردي ولا القصة. بون لا بروميير بارتي نسميوها كيما النصوص الاخرى، دائما النص يتكون من مقدمه وموضوع وخاتمه. عندنا لا سيتوياسيون انيسيال، لا سيتوياسيون انيسيال يعني المقدمه. هذه المقدمه دائما تبدا بأون فورمول دوفيرتور اللي هما عندنا مجموعة من لي فورميل دوفيرتور. عندنا مثلا il était une fois، هادو لازم يتحفظوا باسكو بهم رايحين نخدموا في اخر المشروع، رايحين تتعلموا تكتبوا القصة. alors il était une fois، عندنا il y a bien longtemps، عندنا جادي، عندنا autrefois، كاين ثاني dans un pays lointain، etc. هادو اللي يدلوا على المقدمه، لا فورمول دوفيرتور. عندنا من بعد لا سويت، لا سويت ولا لو ديفلوبمون في الموضوع. كيف كيف عندنا لي كونيكتور هادوك، عندنا مثلا ان جور، اون نوي، عندنا سودان، أيضا توتاكو اللي هي عندها نفس المعنى، سودان تساوي توتاكو يعني فجأة. هذو اللي يدلوا على صلب الموضوع ولا تكملة القصة. عندنا لا سيتوياسيون فينال، النهاية الخاتمة، la situation finale. كيف كيف عندها الكلمات تاعها لي فورمول دو كلوتور، سميهم فورمول دو كلوتور. عندنا كلمة دوبوي وما يأتي بعدها، يعني دوبوي سو جور، دوبوي سو تون، اكسيتيرا، دوبوي لور، زايد حطها لكم بين قوسين، زايد لور ولا زايد سو جور ولا زايد سو تون، منذ ذلك الزمن، منذ ذلك الحين، منذ ذلك الوقت إلى آخره. عندنا alors، عندنا finalement، enfin، etc. finalement، عندنا à compter de ce jour، ابتداء من ذلك اليوم، à compter de ce jour، ولا à dater de ce jour، etc. هادو سميهم لي فورمول دو كلوتور، هادو لنهاية لإنهاء القصة، يعني النهاية الخاتمة نستعمل وحدة من هادو، فورمول دو كلوتور. وهادو منا لي فورمول دوفيرتور تاع البداية، فورمول دوفيرتور. بون هذا ملخص القصة ومكونات القصة. بالنسبة للتعبير الكتابي راحين تتقيدوا بهادو المراحل، لازم القصة تاعك تتكون
من مقدمة وفيها هذه لا فورمول دوفيرتور وحده من هادو، وعندنا لا سويت لازمنا نبداو بوحده من هادو، وعندنا لا سيتوياسيون فينال كيف كيف لازمنا نبداو بوحده من هادو. نروحو دركا للدرس الثاني اللي هو لا باج 15. واش عندنا في لا باج 15؟ بون ساي شرحنا، قلنا باللي الكلمه تاع المقدمه il était une fois autrefois, dans un temps passé, dans un temps lointain, il était une fois, etc. Donc, la page 16, les mots de la même famille. Page 16, les mots de la même famille. Mais maintenant, les mots de la même famille. Les mots de la même famille, ce sont des mots qui ont le même radical. هي مجموعة كلمات عندها نفس الجذر. من ناحية لا غرامير تختلف في الكتابة، ولكن في المعنى تنتمي إلى نفس الموضوع. بون مثلا عندنا ماج، ناخذ مثال. عندنا ماج M A G E. نجيبو كلمات أخرى من نفس العائلة. هنجيب ماجي، هنا زدت الإي والأو، أن سوفيكس. مثلا ماجيك، زدت الكو. مثلا ماجيسيان، ماجيسيان في المؤنث راح تولي ماجيسيان الى اخره. هذه مجموعه كلمات تنتمي الى نفس العائله. لماذا؟ لانها عندها نفس الجذر اللي هو ماج. عندنا في جميع الكلمات هذو الحروف ماج اللي هو لو راديكال. لو راديكال شكلنا كلمات اخرى باضافه لي سوفيكس اللي هما اي او ك يان ين اكسيتيرا. نروحو لي كومبليمون سيركونستانسيال. لي كومبليمون سيركونستانسيال درس صفحه 17. لي كومبليمون سيركونستانسيال واش هما؟ هادو لي كومبليمون سيركونستانسيال اللي درستوهم في السنة الثانية متوسط. عندكم ثلاثة سيركونستانسيال، نشوفوهم. عندنا ثلاثة اللي هما سي سي دو تون، سي سي de lieu ou cesser de manière. Si c'est de temps, j'ai ouvert la question quand. Yani matin. Si c'est de lieu, si c'est de lieu, j'ai ouvert la sous elle ou. Yani aina. Si c'est de manière, يجاوب على السؤال كومون، يعني كيف. نعطيكم مثال للتوضيح أكثر. إذا قلت لو بوشيرون، مثال لو بوشيرون فيفي pauvrement au bord de la mer. Depuis de longues
زاني. alors هنا نشوفوا مكونات الجملة. واش تحتوي الجملة؟ عندنا لو بوشيرون، هذا سي لو غروب نومينال سوجي. فيفي هذا سي لو فيرب. مورا لو فيرب عندنا بوفرمون. بوفرمون هذا ينتهي بالمون ومأخوذ في الأصل من كلمة pauvre. alors pauvrement هذا سي سي دو مانيير. لو كان نطرح السؤال نقول comment vivait le bûcheron. le bûcheron vivait pauvrement au bord de la mer. هنا عندنا un autre سي سي au bord de la mer. هذا سي un lieu à la شاطئ البحر. alors هنايا مادام يدل على المكان وعندنا حرف الجر اللي هو لا بريبوزيسيون او بعدها جاء ظرف مكان دونك هذه نسميوها سي سي دو ليو. دوبوي دو لونغ زاني منذ عدة سنين. هنا عدة سنين هادو سي سي اون دوري يعني زمن سي ان طون. هنايا نقولو سي سي دو طون. نكملو في فيديو ثاني.